حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا. الموضوع الرئيسي بتاعها هيكون لأطفال بلا مأوى، أطفال بلا مأوى، أو برنامج حماية الأطفال بلا مأوى اللي هو إحنا معاك. إحنا معاك ده كان ضمن المشروع الانتخابي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده كان من إحدى المشاريع للمشروع الانتخابي لسيادة الرئيس. وصلوا لحد فين دلوقتي؟ أطفال بلا مأوى ده اللي بينزلوا يشوفوا أطفال الشوارع قاعدين فين وبيعملوا إيه وإيه اللي بيحصل لهم في الشارع، وبياخدوهم بينتشلوهم بيروحوا يقعدوا في أماكن كويسة جدا نظيفة جدا، بيبتدوا يتعلموا من أول وجديد، بيبتدوا يتأهلوا نفسيا، يتعلموا ويخلصوا دراستهم، يلعبوا رياضة، يبتدوا يتحولوا لأشخاص مختلفة تماما عشان يبتدوا يندمجوا داخل المجتمع. رحت زرت مؤسسة الحرية اللي هي التابعة لإحنا معاك، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، وشفت هناك الأطفال وصلوا لحد فين اللي كانوا في الشارع أو اللي جايبينهم من الشارع. المحزن جدا يا جماعة في الموضوع إنه 90% منهم عندهم أهل، 90% منهم عندهم بابا وعندهم ماما، وبابا وماما هما اللي خدوا القرار إن الأطفال تنزل الشارع ويباتوا في الشارع وما يعرفوش أي حاجة عنهم. فده طبعا محزن ومؤسف جدا. ناس كتير بيبقوا فاكرين إن أطفال الشوارع ما لهمش حد، ولكن للأسف الشديد معظمهم ليهم أهالي وليهم بيوت، ولكن هم بيهربوا من البيوت. ولو عايزين تعرفوا السبب الأساسي لأطفال الشوارع هو التفكك الأسري، فده موضوع مهم جدا هنتكلم فيه النهاردة وهنتكلم فيه باستفاضة. وعايزة أقول بقى حاجة كمان، أتكلم عن المتسولين شوية. امبارح وأنا جاية أصور الهوا بتاعي شفت واحدة ست قاعدة على الرصيف ملف كده وانت داخل على المدينة، ويعني ماسكة عيل في ايديها عنده تقريبا سنة ونص او سنتين لا يتعدى السن ده، طبعا نايم او متخدر. هقول لكم حاجة، عمركم شفتوا شحات او شحاتة معاهم طفل صاحي؟ هتلاقوه 5% لو صاحي، ال 95% هتلاقوه نايم. ما بتسألوش نفسكم هو ليه دايما الاطفال دي نايمة؟ عشان متخدرين، عشان دول مش عيالهم، يا اما مأجرينه باليوم بيأجروا الاطفال دي باليوم يروحوا يشحتوا بيهم، يا اما عيال مخطوفة، يا اما اطفال شوارع، عشان كده العيال دي نايمة. طب هقول لكم حاجة كمان، عمركم شفتوا شحاتة مش منقبة؟ دايما هتبقى منقبة، تفتكروا هي منقبة عشان متدينة مثلا؟ بتصلي الفرض بفرضه في الجامعة ومنقبة ومتدينة وكده؟ لا، هي منقبة عشان بتداري وشها، مش عايزة حد يشوفها. فطبعا شيء مؤسف جدا واحنا هنتكلم عنه باستفاضة وهقول لكم تعملوا ايه، بس أول حاجة هقولها لكم اوعوا تدوا اي شحات او اي شحاته ربع جنيه، صدقوني الصدقه بتاعتكم بتترمي في الارض، دول ناس مش محتاجين، دول منظومه ودول عصابه، ما حدش يديهم ولا حاجه. طيب